رجعنا لكم تاني في الجزء التاني او في الفقره التانيه من برنامجنا النهارده. الفقره اللي احنا بنستناها من الشهر للشهر، انا نفسي بستناها من الشهر للشهر، ان كميه المعلومات اللي باخدها من ضيفي، هو مش ضيفي بالمناسبه لان هو راجل صاحب برنامج انا اللي بيتضيف عليه، المعلومات فعلا انا بتفيدني على المستوى الشخصي وبتفيدني حتى في حياتي الشخصيه. وزي ما قلنا في الاول، البرنامج بتاعنا برنامج متخصص، والناس كلها اللي بتيجي فيه والناس اللي بتعد البرنامج وفريق عمل البرنامج ناس متخصصين. تعالوا رحب بضيفي وضيفكم النهارده دكتور هاني فرج، المستشار الطبي والاقتصادي بتاعنا. دكتور هاني صباح الخير عليك. صباح النور علي وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله تبقى حلقه موفقه باذن الله. وحشني كتير، بقى لنا كتير احنا ما تقابلناش. وحضرتك والساده المشاهدين اهلا وسهلا بك دكتور هاني. احنا اخترنا النهارده هنتكلم عن الزيتون، تمام؟ يعني انا شايف عنوان الفقره النهارده او عنوان الحلقه النهارده صعب شويه، لان خلي بالك الزيتون لو تشوف ان هو بيناسب جميع البيئه بتاعتنا احنا، يعني الزيتون بيطلع لوحده من غير اي حاجه خالص. تعالى بقى نتكلم على الزيتون ونعرف حكايه الزيتون من حضرتك. هو بالنسبه للزيتون وزيت الزيتون تحديدا، يعني احنا بنتكلم في كنز لازم نعيد اكتشافه مره ثانيه. هو كنز موجود في ايدينا بس للاسف احنا ما بنستغلوش افضل استغلال. يعني حابب في البدايه يعني ابتدي بان بدايه معرفتنا لاهميه زيت الزيتون كان من 1400 سنه مع بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام والاشاره بقوه في القران الكريم لزيت الزيتون او الزيتون بصفه عامه. تمام. فهنلاقي بتقول على ان ذكر الزيتون ست مواضع ليه في القران الكريم بشكل صريح. تمام. في سوره الانعام ذكر في الايه 99 والايه 141، في سوره النحل ذكر في الايه 11، في سوره النور الايه 35، في سوره عبسه الايه 29، وسوره التين في الايه الاولى. ده يوضح اهميه الزيتون. دي ست مواضع ذكر بشكل صريح كلمه زيتون. تمام. في موضع اخر وده في منتهى الاهميه، الموضع السابع، وده ذكر في سوره المؤمنين في مؤمنون في الايه 20. هو ممكن اقول حاجه بس على الهواء؟ دايما يا جماعه الدكتور هاني لما بيتكلم انا بكتب من وراه، لان انا اللي بيقوله ده انا بحب اكتبه بايديا، فانا بكتب من وراه. جميل. يبقى احنا دلوقتي عندنا على سبع مواضع ذكر فيها زيت الزيتون. خلي رقم سبعه ده دلوقتي لان ده في حد ذاته في اعجاز. تمام. هنيجي نتكلم على اهم ايه، وهي الايه 35 في سوره النور ذكر فيها زيت الزيتون بشكل صريح. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. صدق الله. يبقى بداية ابتدينا أنها شجرة مباركة. تمام. زيتونة محددة بأنها شجرة الزيتون المبارك. تمام. لا شرقية ولا غربية. نيجي لكلمة شرقية وغربية، بتعني أن هذه الشجرة الضوء مش بيجي لها من ناحية الشرق فقط ولا من ناحية الغرب فقط. تمام. ده بتعني أنها معرضة للضوء باستمرار. تمام. وده مش موجود في الكرة الأرضية غير في المنطقة بتاعت حوض بحر المتوسط اللي احنا فيها. اللي احنا فيها. تمام. اللي احنا فيها. دي أول حاجة. يكاد زيتها يضيء. لو احنا بصينا لزيت الزيتون، هو زيت الكتان الوحيد اللي فيه الخاصية دي، وهي خاصية الوميض أو الإضاءة. ولو بصينا على زيت الزيتون هتلاقي حضرتك هو مستخرج من الثمر، بعكس زيوت أخرى بتستخرج من البذر. فعلا هو الثمر هي الخضرة دي بالظبط كده. تمام. فاستخراجه يعني بياخد من الثمر مادة الكلوروفيل. يعني إذا زيت الزيتون بيستخرج من الثمره بعكس حاجات تانية كتير بتستخرج من البذره فقط لا غير. تمام. بالعكس ده هو زيت زيتون كمان في بعض الدول زي فرنسا بيستخرجوا كمان الزيت من اوراق الشجر واللحاق بتاع جذر الشجر. بتاع الشجر نفسها. تمام. والنهارده في حوالي 12 مستحضر موجودين او 12 مستخرج موجودين بيستخرجوا في فرنسا تحديدا، يتم استخدامهم في حاجات كتير جدا. معلم بان هو بيتزرع عندهم منهج الحضاره في موضوع الزراعه ده، قلت البحر الابيض المتوسط. تمام. فوارد ان يكون هم طبعا بحر ابيض متوسط برضه. طب انا اقول لحضرتك لان هي الفكره محدده برضه، يعني احنا خلينا في قصه ايه، لا شرقيه ولا غربيه. موضوع بحر المتوسط دوت لو بصينا هنلاقي ان عندك اسبانيا وايطاليا من الدول المميزه في زراعه الزيتون. تمام. ولكن كفاءه زيت الزيتون اللي بيطلع في هذه المناطق اقل بكتير جدا من اللي بيطلع في المنطقه المباركه اللي هقول لحضرتك عليها دلوقتي. تمام. فبنلاقي ان البولي فينول او المواد الفعاله الموجوده في زيت الزيتون بيتواجد منها 56 ماده موجوده في الزيت اللي بيستخرج من منطقتنا احنا اللي هي منطقه سيناء. 56 ماده. منطقه سيناء، منطقه الواحات، منطقه الجوف في شبه الجزيره العربيه وفي المملكه العربيه السعوديه، ومنطقه بلاد الشام وتحديدا فلسطين. اعتقد ان هو برضه نبات صحراوي. ما انا هقول لحضرتك. هو البيئه بتاعته ان هو ممكن يتزرع في اكتر من مكان، ولكن هي دي افضل منطقه، هي المنطقه المباركه. نرجع لرقم 56 مره ثانيه، هنلاقي ان زيت الزيتون اللي بيتم استخراجه من الشجر المزروع في منطقه اسبانيا او في ايطاليا هتلاقي ان هو بيحتوي فقط على 40 بوليفينول او 40 ماده او مركب من المركبات الفعاله.
طيب لو خدنا الشجره او خدنا شتله من الشجرات اللي بتزرع عندنا هنا في المنطقه وحبينا نزرعها في اسبانيا، دي فيها 56 ماده، واحنا زرعناها في اسبانيا مش هيطلعوا 56 هيطلعوا 40. في فرق 16 نفس الشجره بالظبط كده فاهم، نفس الشتله بقى. تمام. لا يوجد تفسير علمي واضح، ولكنها غالبا نتيجه البركه المطروحه في هذه المنطقه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. موضوع الإضاءة نفسها في حد ذاتها يعني الإشارة القرآنية إلى 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 الطاقة الموجودة داخل هذا الزيت، دي بتعني أشياء كثيرة جدا. لو احنا بصينا هنلاقي إن شعاع الليزر هو عبارة عن شعاعين راكبين على بعض بتشبيه بسيط يعني. فالآية القرآنية بتقول إيه؟ نور على نور. ده نتيجة لتراكم الضوئين فوق بعض نتيجة لوجود مادة الكلوروفيل بتركيز عالي. فدي إشارة صريحة إلى الطاقة الموجودة داخل هذا الزيت. وزيت الزيتون هو حضرتك بتقول الليزر ده، اعتقد الليزر كمان بيستخدم دلوقتي في علاج كتير قوي. لا انا بدي بشبه بس بشبه حجم الموجة تراكم ان هو طاقتين فوق بعض يعني. تمام. وزيت الزيتون هو الوحيد او شجر الزيتون نتيجه هذا الوميض اللي بيورى من الفضاء يعني، لما يمكن اللي فيها زيت زيتون بيبقى لها وميض وويف لينس مختلف تمام من من الفضاء يعني. لو التلسكوبات الحديثه سوري عفوا الاقمار الصناعيه الحديثه بترصد المناطق اللي فيها زيت زيتون بشكل واضح نتيجه الوميض والانبعاث، وده في حد ذاته اعجاز. يبقى دي آية سورة النور آية 35. تمام. اتكلمنا حضرتك في آية أخرى صريحة جدا. أيوة. موجودة في سورة المؤمنون، وشجرات من تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، تحديدا لهذه الشجرة. طب موضوع صبغ، العلماء زمان كانوا بيقولوا إن الصبغ ده كلمة صبغ بتعني إن هو بيدي طبقة صبغية للجلد، فالجلد بيفتح وينور. مع تقدم العلم ابتدى اكتشاف الكروموسوم، ف اكسيدنتالي كده او بدون يعني بدون تعمد تم تسميه الكروموسوم باسم الصبغ. تمام. فوجد ان كلمه صبغ للاكلين ان زيت الزيتون بيحافظ على الكروموسومات وبيحافظ على الاصباغ الجينيه بتاع جسم الانسان والكود الجيني بتاع جسم الانسان، مما يعطيه فتره اطول بحيويه اعلى. معنى ذلك ان هتلاقي حضرتك ان بعض الناس في بعض الدول خاصه دول اسيا الوسطى او هنسميها دول الاتحاد السوفيتي القديم او تركيا والدول وما بعد دول الشرق، هتلاقي حضرتك ان في ناس اعمارها 70 و80 و90 سنه وتخطى ال 100 سنه وتبدو بشره شباب بزيت الزيتون نتيجه زيت الزيتون. ده بص الموضوع كبير تمام. ده بقول لك هو كنز. طب هو بياخده بقى ازاي؟ هو كنز. طب انا هاجي لحضرتك في طريقه اخذه، بس انا خليني اكمل لك. معلش والله بقى. لا معلش. هم بيتناولوه مع الاكل هو بيبقى اساسي روتين يومي مع الاكل يعني بدل الزيوت الثانيه اللي موجوده بالظبط، بس ما بيستخدمش في الطبخ. وانا هاجي لحضرتك ليه ما بيستخدمش في الطبخ. تمام. بيتناولوه في مناطق اخرى زي مناطق اليونان وقبرص، الدول دي مشاكل التصلب الشرايين تكاد تكون مش موجوده نتيجه انهم بيعتمدوا على زيت الزيتون اساسي. هنيجي بقى للكنز الثالث او المعجزه الثالثه، نقطه حق رقم 7 ده هنحتفظ بيه. احنا قلنا ان الزيتون وزيت الزيتون ذكر في القران 7 مرات، في ايه سوره التين الايه الاولى والتين والزيتون. تمام. لو عملت حضرتك ميكس من البودر اللي هو نسبته هتبقى 7 زيتون ل1 تين، هيطلع لك ميكسشر او هيطلع لك مخلوط انتي بكتيريال مضاد للبكتيريا بنفس النسب الموجوده في القران. كانوا مضاد حيوي بالظبط كده. بس ده يعني ليه استخدامات في يعني متعدده، بس بقول لك يعني رقم 7 لم ياتي من فراغ يعني، وما ينطق عن الهواء. فرقم 7 والتين ذكر مره، حط مخلوط فيه 7 لـ1 نسبه 7 لـ1 بودر من التين مع الزيتون هيديك في الاخر انتي ميكروبال ايجنت او حاجه مضاده لعلاج الميكروبات. فزي ما بقول لك هو كنز لابد من اعاده اكتشافه مره اخرى. الدكتور هاني بيعمل معايا ايه في الحلقه دي؟ الدكتور هاني عمال يعمل لي اشتياق في كل حاجه بيقولها يعني، هو كل معلومه عمال يقولها لي فانا عايز اعرف الاجابه، فيقول لي خليها اخر حلقه. خليها اخر حلقه معاك. طيب شوف اخرتها ايه معاك. الجزئيه اللي حضرتك سالت فيها بقى هو انتي ايجنج ايجنت او مضاد للعجز والشيخوخه، فدي طبعا من ضمن الحاجات الناس بتحرص عليها. طبعا الناس بتبقى مهتمه قوي ببشرتها وشكلها العام والكلام ده كله، لون شعرها وشكل شعرها والكلام ده كله. فزيت زيتون طبعا من الحاجات. احنا دلوقتي هنتكلم بقى على الزيتون والجلد والشعر. نبتدي بالجلد والشعر لان هو الناس بتحب تستخدم مستحضرات طبيعيه بحيث ان هي ما يبقاش لها اي اعراض جانبيه، ومع الوقت ما يحصلش تشققات او ما يحصلش جفاف للجلد. فزيت الزيتون من افضل الحاجات بالنسبه للجلد والشعر. معلش حضرتك قلت الزيتون لا يستخدم في الطبخ. بص يا فندم، هو احنا عندنا بس انت عارف المشكله بتواجهني ايه؟ انا عندي مشكله بتواجهني كبيره جدا. احنا بيقول لك فاضل 3 دقائق، مش عارف 3 دقائق ليه؟ بسرعه كده. طيب لا بس هو خلي بالك. طب هنقول شتى سريعه كده. معلش هنبقى نكمله.
تمام ان شاء الله. لو حبينا نتكلم سريعا بالنسبه لموضوع الطبخ، احنا بس لازم نحدد نوع زيت الزيتون. زيت الزيتون المفضل هو ما يسمى بالاكسترا فيرجن او اللي هو البيكر الممتاز، ودرجه حموضه اقل من 1%، ده رقم واحد. ده بيتباع في السوق ماركت؟ موجود في السوق او كواليتي عاليه واسعاره بتبقى اعلى شويه. معلش حضرتك قولي النسبه دي تاني. نسبه حموضه اقل من 1%. مكتوب يعني انا لما اروح استختار بيكر ممتاز نسبة حموضة أقل من 1%، ده رقم واحد. رقم اثنين يجي بعديه في الجودة اللي هو الفيرجن أويل أو اللي هو البكر فقط، وده نسبة حموضة أقل من 2%. هو معلش هو الزيتون ده مش ممكن أجيبه من على الشجرة وأعصره؟ في البيت هيبقى صعب طبعا، ولازم لازم على الصلاة. بس هو أنا هاجي أكمل لحضرتك بس الفرق ما بين الزيوت. الزيت الاكسترا فيرجن دون ده بيبقى عصره على البارد، ويليه على طول اللي هو الفيرجن اويل او البيكر، وليه الثالث اللي هو ما يسمى بزيت الزيتون العادي. في نوع رابع وهو تفل الزيتون، وده بيستخدم في الاغراض الصناعيه واغراض الملمعات والنظافه. نيجي بقى سريعا كده مرضى القلب، مهم جدا زيت الزيتون بالنسبه لهم عشان خاطر هو اولا بيقلل من تصلب الشرايين، ووجد اخيرا ان زيت الزيتون فيه ميزه ان هو بيقلل من ارتفاع الضغط بالنسبه لحالات المايل تو مودريت، لان هو بيقلل تحويل الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2، وبالتالي دي معلومه طبيه للساده الاطباء ان هو بيساعد على تقليل ضغط الدم. هنيجي لمرضى السكر، هنجد ان زيت الزيتون ليه تاثير كبير جدا في تقليل نسبه السكر في الدم، بالاضافه ان زيت الزيتون هو الوحيد القادر على تكسير بعض الفيروسات اللي هي بتاتي للاطفال في السن الصغير وقد تكون سبب في اصابتهم بالسكر بعيدا عن الاسباب الجينيه، وده موضوع كبير جدا ممكن نفرد له حلقه. لان اللي وجد ان احد هذه الفيروسات الموجوده في منطقه الفم لا يعالج الا بزيت الزيتون. هنيجي يعني دي منتهى الهم. يعني نيجي للجزئيه بس حابب اختم بيها مع حضرتك، وهي خاصه بالتخسيس والوزن. في خلاف واضح، لان هو زيت الزيتون هو عباره عن دهن. كل 100 جرام بيدي 900 جرام سعر حراري. تمام. بيدي تقريبا نصف احتياجات اليوم بالنسبه للانسان. في خلاف ظاهر، هل يا ترى زيت الزيتون بيؤدي للسمنه او بيؤدي لعلاج السمنه؟ هو علميا ونظريا ان هو المفروض بيزيد الوزن لان بيدي كالوريز كتير. تمام. ولكن عمليا وجد انه نتيجه ان هو بيقلل من الكوليسترول غير الحميد وبيحسن من اداء الجهاز الهضمي، فهو تدريجيا وبيساعد على لو في بيساعد على يعني عمليه دخول الحمام تبقى اسهل، فبالتالي ده بطريقه غير مباشره بيساعد على تقليل الوزن، ولكن لا يعتبر رجيم واضح لتقليل وزن زيت الزيتون كما يدعي البعض. افضل طريقه واللي كان بيتبعها الرسول عليه الصلاه والسلام في اخذ زيت الزيتون كوبايه 200 مللي عليها معلقه عسل او معلقه سكر صغيره زائد معلقه زيت زيتون كبيره يوميا الصبح. يوميا. واستمر صلى الله عليه وسلم 23 سنه بيتناول بهذا الشكل زيت زيتون. بس الفقره دي لا محتاجه تتعاد تاني، محتاجه ان احنا نعملها تاني ونتكلم بتفصيل اكتر. الموضوع شيق وكبير. الموضوع احنا بس عايزين نقول للساده المشاهدين نفسنا بقى زيت زيتون يبقى هابت عندنا، يبقى عاده عندنا. يعني ليه ايه المشكله ان زيت زيتون يبقى هو الزيت الاساسي اللي بنستخدمه في كل حياتنا؟ يعني ايه المشكله؟ هو فعلا يعني كنز لابد من اعاده خاصه وان هو متوفر جدا في مصر واسعار مقبوله، هو من الحاجات كويسه. انا قلت لك انا بابا قاعد معاك، كميه المعلومات اللي انت بتديها لي بجد انا بتفيدني على المستوى الشخصي. يعني انا شكرا لك بجد. انا بالنيابه عنكم بشكر الدكتور هاني فرج المستشار الطب والاقتصاد للبرنامج على المعلومات القيمه اللي بيديها لنا، وخاصه النهارده فعلا اضاف لاضافات كتير جدا في موضوع الزيتون وزيت الزيتون. وزي ما قلت لكم في الاول البرنامج بتاعنا برنامج متخصص، بنتكلم في الحته بتاعتنا في شغلنا. فاصل ونواصل مع الفقرة الثالثة ومشاغبات عادل وعلاء وقصة التنمية البشرية والوعي. تعالوا نطلع فاصل ونستقبل ضيفكم دكتور عادل مرزوق.